يا دي تران دي نغمل ثلا ماني تيلي مسول ذا مقرن في اللون نص مرحبا بيس وان ذي يارا نغد قوميس نيسالا نث مازيغ ثم مس أنا بذو غميس ماني أدون وحاض يعني جينو سلوين الجمهورية ثم عبد المجيد تبون يبدا سو سلوين وسقام ودستوري كمال فنيش ذو خام ندمث نمسلقين يعني يبدا فورزا من مسلقين ندمث فالدستور ذي الخدمة يوذان التاثين قيضين مقرانين وعدل دستوري ويتسلم عونة إذن زمام الخدمة نثي الدكلاء أماميث ويتصلح دور نو سلوين وسقام وغنا ونوكدو سليمان شنين ذا لحظة سي الحكم ثورني ذا سي مسنوين مختصا الشغالة ثنوم سلقي بدون نسوى في سرن ووال نسلوين الجمهورية يقرات فلاس ومستشار ذي سلويت الجمهورية يتوكل فن ستغوسي وين قانونيين ذي الشرع بو علام بو علام من يسوكد ذي سماس وسلوية فولي غير وكذوذ في الذمة ثنو سيلي نتوريق نعدل الدستور في الذمة ثنو مكسيت الخدامين زيك من يين باللي يين باللي نغيبين باللي تزاير أثرارت وذي تيريش هذي سويش تيغطس الحصانت الناس اني غيل الناس أسلوين جمهوري تيسوكد باللي أهيل نعدل الدستور يقول إذا إنما تقحواج لبنان الدولت أثرارت ويعاد فولاغين الحراك أمبارك أنو وكذوذ من يتوخر نغي تخير لاتعاد منزون ومبر انتفر لأن نعدل الدستور أم تبرات إقارن باللي وقذوذ الجزائري نتويش وقذوذ يملوم سوشهال نالخصلات نثمور ذا الدين أفذكر ثورث ومنزون ومبر أم قرانت صغتيرا إن مشروع تعديل الدستور ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية في بلادنا ويلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك كما أنه يستجيب لطموحات الشعب لممارسة الديمقراطية الحقة. لذلك حرصت كل الحرص على العودة إلى الشعب السيد في إقرار هذه الوثيقة الهامة في سبيل بناء الجزائر الجديدة التي يجب أن تقوم على أسس الديمقراطية والحكم الراشد. فحرصت على تنظيم الاستفتاء حول تعديل الدستور لإحداث قطيعة مع ممارسات الماضي واللجوء إلى الشعب في قول كلمته في هذه الوثيقة رغم الظروف الصحية الصعبة التي تجتازها بلادنا على غرار بلدان العالم. واختيار أول نوفمبر كتاريخ لاستشارة الشعب حول تعديل الدستور لم يأتي اعتباطا، فأول نوفمبر هو يوم مشهود في تاريخ الجزائر الحديثة تستلهم فيه الدروس والعبر من جبل نوفمبر من جيل نوفمبر الخالد الذي تحمل مسؤولياته تجاه شعبه في تفجير ثورة خالدة استلهمت منها الشعوب والبلدان نموذجا للتحرر من قيد الاستعمار وبناء الدولة الوطنية. واستطاع هذا الجيل الذهبي أن يقود شعبه التواق إلى الحرية والانعتاق ليحتضن الثورة والظفر باسترجاع الجزائر لسيادتها واستقلالها. إن رمزية هذا اليوم وتاريخيته تضفي طابعا خاصا على الاستفتاء حول تعديل الدستور ليكون مفتاحا لبناء جزائر متأصلة بخطها النوفمبري متطلعة لبناء الدولة على أسس وقواعد شفافة أساسها الديمقراطية وإرساء دولة الحق والقانون واستقلال القضاء وضمان حماية حقوق المواطن وحرياته والحكم الراشد ومحاربة الفساد بكل أشكاله. كما يمثل اختيار أول نوفمبر كتاريخ للاستفتاء رسالة من الشعب الجزائري على أنه شعب موحد واحد انصهر عبر تاريخه البعيد ووحدته قيمه الوطنية والدينية التي جسدتها مواثق ثورة التحرير الخالدة وأولها بيان أول نوفمبر رسالة تبين للجميع أن الشعب الجزائري فصل وبصفة نهائية في مسألة الهوية. أسلوين الجمهورية سوكد ثبرات الناس باللي أسقدين ثم الدورث أمتوث
نتاذيث بديث ذقوذ ما النت فسات صغتيرا أفرد مشروع التعديل الدستوري حيزا مهما لأخلاقات الحياة العامة والسياسية، حيث أن درجة الانحلال الأخلاقي والفساد الذي تبرزه جلسات محاكمات التي تابعتموها مؤخرا وتتابعونها حاليا تبين مدى عمق الضرر الذي لحق بمؤسسة الأمة وثرواتها، ويفسر حدة أزمة الثقة القائمة بين الحاكم والمحكوم. وعليه فإن زوال هذه الأزمة من جهة نظري شرط أساسي لبناء الجزائر الجديدة التي لن يكون فيها أحد محميا بحصانته ولا بنفوذه، ولن يأتي ذلك إلا بالصدق في القول والإخلاص في العمل والحرص الدائم على الإبداع ونكران الذات، حتى يشعر المواطن خاصة فئة الشباب بأن هناك تغييرا حقيقيا وأن الدولة فعلا في خدمة المواطن، فيستعيد بذلك ثقته في نفسه وفي مؤسساته ويصبح طرفا فاعلا في الديمقراطية التشاركية والتنمية والاستقرار. أمس القيادة تدف ذا قبريد نو سوير نيذلس الدستوري لان ذا الخدمة مقرانتا نو سقامو الدستوري مكا قراعا غير ونقاذ نتنقيضين ديوسين ذا قهي نعدل الدستوري قار قاسم بحماني ذي ثوري قطيع. منطلقا أرقاب للدستور الجديد 2020 يجرو الراي نسقمو الدستوري دواهيل نسقمو نتمران الدنيت نسنمر ماني أديد را أفران افتفريت تجديد أسم زوار نوفمبر غدسن ديكت الورشة جرو جري مسنا أن القانون يسبين الأحكام جديدا أما شي تغد المناسبة نسبين الحقوق نمدا سلمواد اللي نسنت الدفريت تمقرانت نتمورت أو نملاقا أديد رادي سجاوب في سستون اتخصان أرجعنا الدستور يأتي ملتقنا هذا والجزائر تتأهب لاستحقاق أول نوفمبر 2020 الخاص باستفتاء حول تعديل الدستور الذي يعد محطة بارزة في تاريخ بلادنا ولبنة أساسية في سبيل بناء الجمهورية الجديدة كمشروع مجتمع طموح التزم بتجديده السيد رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية، وها هو اليوم يترجم إلى الواقع، خصوصا أن السيد الرئيس أكد على اعتماد الطريق الأكثر ديمقراطية في تعديل الدستور وذلك بإرجاء الكريمة للشعب السيد من خلال الاستفتاء على تعديل الدستور. أو نملاقا يجرو مدن دي مسنا دي مقرنا دي القانون دي التشريع يسفهم فوين الدوسين ديون الدستور لخصوص دي الاستقلالية تمسني دي الحريات دي الحقوق مدن دي الرقابة الدستور دي النظام السياسي تغتيجور السيستا مرتنغ. المجلس الدستوري اللي أتاح الفرصة أتحنا الفرصة لحضور هذا الملتقى الدولي، أعتقد أنه هذا اللقاء كان في وقت مناسب جدا، يعني لأن من أدوار المجلس الدستوري نشر الثقافة الدستورية في حد ذاتها. هذا الدستور يشمل محاور كثيرة وعديدة، أهمها الديباجة، أهمها مبدأ الفصل بين السلطات، وكذلك الحقوق والحريات الأساسية، وكذلك مبدأ أو مؤسسات الرقابة اللي هي متمثلة في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وكذلك السلطة الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. وجارن 2000 اقتراح دل الملاحظات التسرسنت في الجال نقن الدستور ده وحدي من يرقب أسقامون الدستور باللي يلزم غفص أدي السعود مدا التاويلات تجديدين التوسيد فنت دي القانون إعلان ندولة أصدر الدمسة غنو ثني خري الثلاث نزمة من صدر الدمسة القانون نصورد 2020-2021 نتاث سي نقيضين فاكس وكدو سلوان الجمهورية القائد نيجين القوات التسلحن ان غلافنا الدفاع غنو مس عبد المجيد تب ونقوني قبد الصناط فمسلقي نسقمون نغلافن من يسوكد فوالزام نوسيلي نوبريد اسرائيل الى ميزانيه نجهز يقولن اذن سميسي ام قران نصور ديقار علي سليماني
يسويو مشروع ديك سوري فن الناس يمزويران القانون نص ورد سنة 2020 سنة 2021 نتادا سدر ندامسا هغنا وتضوى خلاط غرت نكري هذي يجيران إذا البلانات نصروي ندامسا ذي دينا قد جينا سلوين تمورت النغم أس عبد المجيد تبوني وكذ دوك سغيمين غلافن فوس الزم وما فايم مبريدي سهلن أمور الميزانية وجهز وسواخ زار غير أمور أني مقران النص ورد ماني قمر دوك بريدا ياف وحايد انوالزام الغرامات يقلان ولا شغر سنت موازان في الميزانية ذوك كمل ذوك سدرس اما زاي ذوك غيرايا في مواطنا اما باش هذه الطحاضه في مكان الخدايم عوسين ودعام يتروحان غرو غير الفلاح الخصوص اذا الخدايم نتسرسيت ذو عذال امقران ويي تقلان سيلاباس العوام بلا ما هنزر ما نقخلط ذي الغلث الناس هبديت ذو قوذ منو فييذ الفسات ذي غير جملة اتموقيت نسني العقوذ الفايت يذني موالن سوذ منو دعام ذو سقعمر الا ليس تقلان هطفيت المقايضة ماني قرني وكذ ماسس الوين نتمور ذوك صغيمين ينغلافن فوس الزم نتموكسيت الغرامات يقلان التخلط لمدة سنة غير خمسة سقيسة الفايت انت كبانيين يبتون ارني غارس عاون ينوالن يمزيانا ذيوذان يقرفذن يمشرع ذوك حريش نت كبانيين يبتون اختراش غير سنة زال ذا مقران ذيه ذامسة نتمور ثنا اكدو سلولين يموشان الخدمة يرني يومر ماسس الوايد وقبريدا يا ديما فوشجع نت كبانيين يا باش هذا دفنت ذي الشريك ثيذ نت كبانيين التكنولوجيا ذو قبريدنا المناولة سيسوين التاذا دوزين وسمرني غنا وذي الغلث ماسس الواي وكذ هنياف وعاوذ ذو عذال شروط نجرد نتمورا أغلان وزنزين سنت وييت إذ نتسرسيت نالقانون يقدرني لبخون الترولة سي الغرامات ارني غارس أزير ذو الحاق الغرام تفوقل باش هذي موكس الغمامس الخصوص نتاثيلان ذاكروس الزاث نالرقمانا ماني قرني يومر ماسس الوايس تموقيت تيموكان نتغراس دي قيميرن نو غيران الدان تمورثن دي تنزاواتين دبورج باجي مختار اصل خصوص اذ نتمورثن مالي ذي النيجر باش هذي عرم وكسوم ذي السواق نتمورثن السلوين الجمهورية يشد الامر ذي ثبديث الناس دقوم سلقين وسقامونين غلافن يشد الامر نسرسين العقوبات يمقرانين بلاو سدرس السيس النغ السماح ويذق جرم يتخصان ثو كرضاني هو يني مزيانا ذو سكنين وجملة مدني باش ذي بد أكن تذقو ذم اللفثة يا أمكي كسرس وسقامونين غلافا ذقو مسلقي الناس لتعاد نوذاف غر وغرباز ذي الزدوي ذو سلمذ نالحرفاث نفوس قار محمود جبيلي ذي ثوري قتايا ذو قماس ننزقوم ذي مطاونة قتوار في ذولاغي ويلزام نجر من تمثال ثنوكار نمزيان سالعقوبات قدرا ويا ذا لاغي نيوذان نجملي ذي ينسرثيث الجريم تايا إلا نيزرا ذي ساسغي مينين غلاف نص القدر ويسرق ذي ساسلوين تمور ثاقستورن القانون يتحاضى نقوذ من كل يشت يتاكر الصغار أبلا الرحمة ثولا يا شيفي وذا يا يوكذ ما ساسلوي في تبديثن الدول ثي وحاضي في يوذان ذو سقدرن العدالة ذا القوانن إيو سقدر ذو سقدين وبريذن الديمقراطية ذو عين مكان الدولث وقما سنيوذان ورنان تقوريث الخذامية يثرارن فو جمل ينغ وإلا نجيل لاباس ننزقام ذل حزن ذام قران غري جزائرين كل ماسا سلواي وذيه ثلاثة والزام باش وذي التليشة القانون ذا كم البرك فو قلان ويسلس مذيلين تلعقوبة ذل خطيات تيم قرانين وقدرنت وبلا ياسن قصن سنت النيغ استفايذني مجرم سوق سامح أقخ سلانت السباثي ويا ذو باع جارن تموسالي تخصانا غير نوجملي ورناس وشاين وزال ذا مقراني وغير نوجمليه بدي ثقوذ من الخذامية يا وفو بريذ ماذا فنس ذي شرع ذق غير مدني لاريا ييذ يرقديس ناس غيميني انغلاف تخصان هوليث غير والماذ أذو حريش نوكوون مانيتو سرساس 21 أكتوبر ذا اتعاذ توليث غري غربازن الصغار ورناس ربعة سيوم برادي قورن هو اللي ثني قداش اني غربازني لماس ذلي سياد ذي الولايات انتمورث يجمل سو الزام نظمان ثنوصي وظل الصغار ذو رزام نيمو كان نيتتن ويا سوم شاور اذنو غير نو جملي تيدو كلاوين الوالدين ني قداشن وتقيم اربعة انتموسني غير سراي وزراي غير الحوان توليث غير والماذ وما الله وليث غير والماذ ذو حريش نوكوون ذي لي ذي نصاف نيور نومبر وزدفرنس هو الليث غره سداويين ذي 22 ونبر وياس دقوريث هو بريض ننظم نمو كان نمسنسيني قداشن ذو باعث وحشار وصل خصوص ذق مو كان والماذ وسرسين التاويلاث نوحاضي في الزمارث لخاطر الزمارث نو قداشن تاثلغاو سامزواروث يهمن
وضق غيريش تيسيغا سغيمينين غلافن الراي ورزامني ما فاقن داخل أقلان لان قفلن ذو سلولين تكبانيين لبريفي ضمان ثنوصي وذنو جنة ورناس أزراي ذي الخذامين وسقورين تكباني ثنوصي وذنو جنة غناوث ورنين توسيغن لاريا يوج ذنو الناري وسكينو ما فاق ذا مقران ذي الولاية ثنطامن راست أمو ممثل نوس الوين الجمهورية ثماس عبد المجيد تبون يفسر نغيون غلافة مزورو عبد العزيز جراد ذي الكويت في خفن ثرباع ثنين غلافن ذي سون غلافن وسلمذ أنيجي ذو ورزاو ألمذي ورني ذا سن غلافن ثغوسي وين ندين ذي الحبوس مني عظم لاجرسيس من الجزائر ذا الحكومة ذو وقذوذ فذكارة نثمتان تنون رحوم سيغفر ربي الأمير من دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وذوق خامني مسلقيا ندومث ثم شداسة شارثة نورزا منه مسلقي غناو ونفث بديث نجملي مدني ذقوذ من فسات يموقن فوفوس ثربعة غناو ثنو حاضي سي فسات ثبدي ذقوذ من نس سلم عونث إذن زمام نلخذ مثل ثيدو كلاو مميثنو نقمو ماني شارك ذوق مسلقيا مستشار نسلوين الجمهورية ثيدو كل فنس ومحور ثيدو كلاوين دي جزائرين تدرن دي الغربة نزيه برمضان دو مستشار نسلوين الجمهورية تيدو كل فن سيدو كلاوين ندين عيسى بالأخضر دي ممثلين فو محرك نسيدو كلاوين ثرباعين الخدمة دي سلمادن دي مرزاون دي نغمة سنقار محمود جبيل بديث قوذ من الفسات ماشي ذا الخذامي تخصان تربع ثغنا وثي وحاضي سي الفسات تبديث قوذ من سوحدس بصح انت ذا الخدمة نكوليش سقوذان تمور ثمر وفو بريذايا همس القاربع ثايا ساذ نيوذان نغير نجم ليم خلاف يوسيد فنسن ذي الاستراتيجية غناو في سوين نسه بديه ذو سميري الفساد الترسانة التشريعية التي تملكها الجزائر لمكافحة الفساد لم تمنع من تمدد هذه الآفة كما أن المصادقة على مختلف المواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة لم تقف حاجزا أمام توسع الظاهرة وتغول المفسدين لهذا بات من الضروري أن تعزز منظومة مكافحة الفساد بإشراك المجتمع المدني لا بل جعله شريكا فعالا في الوقاية من الفساد ومكافحته أسقي الرئيس الخدمة يموغان صغر الدولة نتزاير ذوق غير نتبدي ثقوذ من وفويه ذي سوري فن يموغان في الدمث نتغاوسايا وسيدة فنو جملية مدني ذي الخدمة ثايات غاوساي لان هنعث أخساي نتسرثيث يلان نظري ثسا سو شارك نتربعين ديوذان كل أذير نيازال ذا مقرانيه بالديث ذقو ذم نوفوي ذا سوري في وشا شجاع ثيوذان يجملوس الخصوص أهير نس قدين الدستور وفبريد المواد النس يوشا ضمانات تي مقرانينيه بالديث قو ذم اللفسات وس الخصوص ثين يلا نص قدار الخذامين تربع ثايا ورناس يلا نهسروس الخذامين وغير نجملي ذي الدستور تزايد عدد الجمعيات بكل أصنافها يوميا ثقة في التسهيلات المعتمدة مؤخرا وفي المكانة الكبيرة التي يحظى بها المجتمع المدني في مشروع تعديل الدستور بدءا بالديباجة التي أشركت المجتمع المدني بما في ذلك الجالية الوطنية في الخارج في تسيير الشؤون العمومية إضافة إلى مواد ست تدسر دور المجتمع المدني وتمنحه المكانة اللازمة إضافة إلى إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني وهو ما كان مطلبا ملحا لمجمل الجمعيات والفعاليات وهذا ما يفسر اليوم أن نجد المجتمع المدني بأصنافه ومكوناته في الصف الأول والمدافع الأول عن مشروع تعديل الدستور الذي ينتظر قرار الشعب الجزائري بشأنه في غرة نوفمبر لا بد للمجتمع المدني أن ينطلق إلى رؤى مستقبلية وليس ظرفية لأن الجزائر الجديدة لا تريد استخدام مجتمع مدني وإنما تريد تنشيط مجتمع مدني يرفع الراية يرفع من التنمية يساهم في تبييض الصورة وكذلك في الوقت نفسه
أنه مجتمع مدني غير قابل للاختراق من الأوهام والأراجيف التي تطلق هنا وهناك من أجل شل حركة هذه الديناميكية، ديناميكية الجزائر الجديدة. أسيغين وخممايا ذوق الناري وسيد ذوق سرسين وهين تشبك ثغنا وثاز الدايف إلا نخدم فو ذعم نوهين نحسس ذو كون إيه بدي ثقوذ من الفساد ورناس أشتكاي في الخذام ذي حلين شي قورن برا الأقوان. وفي ثقار أنتو سلايك تقزلين ذي ونقاض من تويلات ثنث نغماس ذي الدولة النمالية من دوكلت قرغتو ثلاك ثنتي سركاس وسيد صغري غير نسي مالي ثمسال تنثمو اللي ثنغالن الجيش أغنى وذي البلدة إن خليل ذو قنيجان مالي ذا تومات قارغ نمور سوق غير الناس ففوسن الجيش الجزائرية تايدين تنغلاف ان الدفاع اغنى وهقار باللي هو ثلاث ثيا ولا سيس وتخضى ثيدت وسوكاد باللي اصغلطي يسيد اغلى الخدمه التقنيه ثيني مختصني تقنيا غير المصلحه الجغرافيه ذي الكشف في البعد ان الجيش اغنى ويسدوك لنا يرى الناس المفرزه وحاضي ذو امن داخل نشال اغنى باش هضر عن غير حزام نويميرن جار الجزائر مالي اسمنا البلدة ان خليل نويميرن الخدمة ثايا التقني ثمير واسن 21 شطنبر 2020 فتقارا ثني كيري السيدين ذي لهنا نسمكتي باللي تزير الا نثبت ديما فو حاضي فويمير الناس يغنى وندو قمس الحالة وذي هنيشا وغير الساحل هسوكاد اثلز من نسام قران دوك قادر نويمكان ثمورا من الحرمث نويميرنس الخصوص إذن الدولة المالي أمدو كلت ويدي ثفاوثن الأحكام الوفاق نو سرسين ويميرن ومزروي 8 مايو 1983 تسنين جار إمو رئيسنين مكاسو كاد ثموقني النس غرو سقدر الخصلات المعشري حلان دفوس المعاونات إثمور 20 ما يتلزم الحال ما يتلزم الحال وفي الدم ثنوث يفل سهمي ذو سوثر طبي أذوى نجملين يوذان إتو مثلا للمتقاعد أن الجيش غناو ذي مجراح ذي المعطوبين ذي يقلن تحبس نغتحبس الخدمة سن ذي الجيش أغناو السباثي مخالفن وفي ثقارة نقاذ مسلقين إلي مني مضبرني تقنن نثنغلاف الدفاع غناو إذني ممثلا يوذان يا أت هطمني هن ثنغلاف الدفاع غناو باللي المصالح الناس إتو اختصنا هن بدن فوظفار ذو راعي غير الدواسن سن الحالة سل حالة تقبري ذا يا بدون البيروات ني غير النص صندوق المعاشات عسكريا ذي غير انه كل عسكريا طفن الدواسي طبيا في العشرات لولو في نيوذان اتلقه الجراذ وهطرا عاد غرسن ذو فسار سنت اذي عدا غر لجنوات نثموس سنيا طبي الثغوسة يلزماس قليل الوقت باش اذوين يوذان كل يستهلن يتغطى الشروط نصفيرسي الزرفان ذي ثفوث ان القوانين الخدمه يسوري فينا يوسين ذوق بريد نستخدم الوصيات الماس وسلوين الجمهوريه القائده نيجين القوات تسلحن انغلفن الدفاع غناو في الدم ثنوث كيف اللي قدن سوسهمي انثروان الجيش غناو نوكذوذ اسمير الخدمه نسن ذي الصفوف النس يسوك دون غلاف نثغاو سيوين برا صبري بوقادوم باللي تزاير يسعد دانين الزيام ورعاذ سيل جراثي مقرانين فيوذان ذا ثمنات نصدر ذا قنووي مقن في ثمورة الناس دي الوقت الاستعمار ثلا سي ثمورة يمزوي ريسينيان فلو فاق نوكاس نسلح نووي ويت قاني شارك سو بريد نومسلقي في البعاد ذي الشغالات نومسلقي نلقد انيجين تي دوك لو ماميث اماتوث نوملومي نثمور يدوك لم في الذمت نو سدر نواس ندمث نوكاس اي جملا نسلاح نووي. الجزائر التي عانت ولا تزال تعاني من العواقب الكارثية على الإنسان والبيئة من جراء التفجيرات النووية التي نفذت على أراضيها إبان الاستعمار كانت من الدول السباقة إلى التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية التي وجب التذكير بأنها اعتمدت تحت إشراف الجزائر في إطار رئاستها للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2017 وأود في هذه المناسبة أن أجدد عزمنا على التصديق عليها في القريب العاجل.
إننا نشاطر الدول غير النووية الأخرى مخاوفها بشأن التقدم المحدود الذي تم إحرازه في الوفاء بالتزامات نزع السلاح النووي، لا سيما ونحن نشهد على العكس تطوير الأسلحة النووية، وهو ما يشكل انتهاكا للالتزامات القانونية بشأن نزع السلاح النووي. يسوك دا سوسلوين السلطة غنى وتحرور أو مستقل ثن تفرانين محمد شرفي بلي يموق وقلز منو كل فدام ثن أصفان تفرانين نوهي نعدل ندستور نواس نومن زون ومبر أدي قورن ماني ينادل إذا ثغنى وث بلي الحال ثن تيكلي انتفرانين نومن زون ومبر تيلي آم الحال ثن تيكلي انتفرانين من 12 جنبر 2019 قويرن دي صفا من هذه موج الحرزك كل إلز من يثيك لي حلان تفرانين آية أخامة يا أذي وجير ذو بريد أجنوم وذي زمر وسلوين السلطة غناوث أحرر تفرانين أذ بشذي يظفر قد أفتيش بكث نحوض في البعث موجن سوسمك ثيايا فالذنب تنثبدي ذقوذ من وثرارسي وكروس ما يلاف ومزايز تفرانين أهدي بدون واس اللي ربعة دي قورنيس وكد محمد شرفي باللي إنار النووال أذي لنرزمن الزاث نيوذان يقلان إذن وهيل نعدل دستوري ذي يقلان نغقومان في اللاس ويت فدمت نسيلي نتزاير أثرار ثماني سرس ماس محمد شرفي باللي سيشار ثن الديمقراطي ثنتا أمسلقين الأفكار دلاريوية ذي المشاورث آية يبدأ سون غلاف نص هيدي عبد المجيد عطار ذو قخام من ورزة وأنا وبيذي تزاير يبدأ في واسن تنغماس وحسس في حاضف تولاثن النوويذ لما نسي موكان نزنزارا الفايتني يخد من دين ويد قبريد نستخدم للقانون تقن غير الخذامين النووي ورنيداس المرسوم السلويث السروسين بريد لامان أنا وبي في الدمث نحاضي في التويلاثن النوويذ لما نموكان نزنزارا عبد المجيد عطار يسوكت سوسمكتيايا باللي لم شاورات انت قور انت اذن وغير فرنسي باش ادير في المسؤولية ثفير الناس ذوقك تخصا الجراث يفرض ان النووي اقجا ديثن الظروف الجزائري ذي مير للاستعمار. الان عندنا كاين منشآت كاين اطارات ثاني كذلك هم يخدموا في المنشآت لوقا غرنا غيلان التويلات وغرنا هانياي مضبرا يقلان خد من ذاي ديك موشانا مياي ولاني موشان وغير ونهني إلا نتبدان ذي الخدمة نسن في الصهيض وغاو سايان التاثيق لزمن باش هذي لين وستانا مياي باش هذي سنعثن يموضبرا الجملة باللي مستعمر من فرنسا أثي جاهي غاو سيوين وذحلينش أغلا ما يجرب ذي تيخليوين النس الصهيض ذي الصحراء نتمورتنا والونس أثي بذو جارانا باش فرنسا الترفض في يرين النس المسؤولية ثايا جملة دولة فرنسا يعني تقوم بكل المسؤوليات نتاعها فيما يخص هذه النفايات هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الفلاح، حي على اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته. رب ذي قبل ظالت نرسم سرني الله جر أن كمل أغميس من يقوني قرسا ذن يجي وفي الزمان من يجي ونثن الزيت اللي دعث أغنوث يسوك دون أغلاف ومنتدى بتوكل فنس كبانياني بتون ذم سانث موسن ياسين المهدي وليد يسوك أفول زمن سيلين والنار يقدر نث كبانيين وبريدنا القانون إلى زمن ذا التويلات ذا الصوارد إلى زمن صغتيرنا. On a de très très bons rapports avec beaucoup d'Algériens qui ont réussi. Garnag la basse net tajarub net zaïr. Garnag la wazal dam qran un jhint. Akdi moura le jnas. Salakhsous de gugher nt kubaniyin ibtoun. Akdi mshra ithrarin ou lfayit tam qran. Tchniyat nawi de gustan adiasin. Hiya yidi surif nim zwira. Yilan garsin niswi salakhsous de dultinag. Hattadin hu shazal dam qran. Dihi khili hiwa gartiwa. Idi mshra aya nt kubaniyin jmla. Erni gharis aawin du shidja' naith babi mshra. Bashad wilan gart mourthinag. وذي قيم يسوي مزوارو نتات مشيت الفرزة ثيايث بابني مشرع باشا أهن خدمن ودسلول نصوارد ذي الغلث. وهنا ذيني مولن ذي فلاح نسو قرد الولاية نتيارة قارغ إميرا نصغذ وثرار نثيك لنا الفيروس كورونا ذي الحالة نزمار ذي ثمورث إذن الدكتور جمال فورارد قوالية. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وزول فلاون أسال سنين 5 أكتوبر 2020 أقدر في الحالة وطن كوفيد الجزائر قسم الدبزارة السيئة 24 ساعة دان غورنا 134 حالة جديدين 92 لحالة جديدين 94 لعبادة جين و 22 لعبادة قنطرن 8 قموثن 134 حالة جديدين أكيوط المعدل والريوطار غيوط الحالة يمثل في العباد نزراب 22 ولايات وسعان سارة الحالات 24 ساعة دان 22 ولايات سعان قريب ونغر 9 الحالات 4 الولايات يقسعان 10 الحالات ذا ساون العباد يقموثن 24 ساعة دان غورنا 8 يقموثن 2 رحمة ربيع العباد يكشمل السبيطار دي جديدين 24 ساعة دان يوط الحساب السن 92 العباد العباد جينا رسا يوط الحساب من سن 36672 جارسن 94 جين 24 ساعة إعدان العباد قنطرن كاك سبيطارات يقلنا رسا الساعة 22 العباد قنطرن يقلنا سبيطارات ودن اسمك تيو تتوي مارا حذر مصحان ون مثفغ مخدمة متاكو مامس اندي تليم اكم نوري تدار الفيروس قارنا عطيكم الصحة ثاني ميرث ونمير أغميس نوسط الخدمة ثم قران تيولان غاري خامن ذي مكان يشيرن ذي الولايات انتي بازا سلخصوص فتقرا نوسيلي نوزير فوحاضي فتزمار ثنيق فتزم ثنزمار ثنيو ذن ثقار هندا شرفي ذي ثوري قثية لا يتلو إذا تفهم ذم التيلو شهال بلا الحدود ذوالي ناث البركام افتمدين ثنتي بازا ذوالي اللاك والمهني ذي شيرن رومان ذنيل نوغليذ أموريتاني ماني انتف لبهان ثمورث ذا الريح ثنوزرو يقديم عندنا 2000 سنة 2000 ديستوار واحد يجي لهنا يرتاح أجيب لي الحال الحمد لله إن شاء الله ربي يجيب لنا غير رحمة جينا من أين وسارة صافي بليزير تشوف بلاصة هكذا نقية تاريخ كلش والبحر من هنايا والآخر ليروين إيه وش نقول لك سي لا دوزيام فوا نجي لهنا عجبنا الحال بزاف
الوقت نوقفال ذي كورونا وذي روح شامين بدن الغروز ذي مضبرن فومكان سوسز ذي ظصف نشيرن واش انا نشوفو ملي كان سيت لهنا سي شونتاو بيان ومادا بين يزيدو جيونا دي فيزيتور ومرحبا بهم. قمنا بانهاء عمليه تنظيم نكمل يوسس دين والنار نومالو ذو سمر ميلا ذنيل نوكلي ذا موريتاني الخدمه ورعاد نتكمالاس ميلا ذعوذ نورزام ايوخام نيشيرن تسند غرس لاباس نيرزفن. راينا بان توافد الزوار الى مثل هذه الاماكن بصفه معتبره. ومشان مايا ذي زرع وذن وخذام في الجل نقدين السياحة. وبما أن تيبازا تحتوي على فيلا أنجيلفي وكي عاد تيبازا ذي سلفيلا أنجيلفي ثية من هالف ثعمومي فاسنول ذي المطعم ذي القهاوي ومقهى تساريت جرم زروين ثغر ما ذي شيرني لن ورعاذ تدرن ويلان ذا قيما أم المانث جري فسن نسرث أثرار سوسالايا نيشيرني سورن إذ اللبها البحر خلال مريت نوغمس نوساغ لتعداد دقور سوالد مقران في اللون.